الراديو 90-90 هواها مصر. يلا عمل نفسك سامع ومخد لك خمسة صيانة وركز شوف هنقول ايه اتمسو خليك على الراديو تابع يلي بتسمعنا خمن كلمة سر اللي لقيت على الراديو 99 سالي عبد السلام بتمسي عاللي سامعين سالي عبد السلام يا مساء الفل ومساء الورد ومساء كل حاجة حلوة على يوم مستمعين الراديو 99 أخباركم ايه وعاملين ايه وحشتوني 91.9 على رقم الاسماس ممكن تكلمونا على 2-18-10-866 او تبعتونا على الفان بيج فيسبوك سلاش راديو 99 او على تويتر هاشتاج تمسو او راديو 99 اعمل نفسك سامع زي كل يوم تلات تزيكوا الاول سلم تاني ولا خلاص طب والله وحشتوني حاسة ان بعد شوقة كده اي أيوة والله بصوا بقى النهاردة الحلقة بتتكلم عن في ناس تقول لهم ما تقولش لحد مش عارفة باين بيسمعوها ما تنساش حد ندى كان نفسها نعمل الحلقة دي وانا عملتها عشان خاطرك يا ندى مين قلت له ايه وقالوا للناس كلها خلي بالك في ناس بتطلع سرك بره بمعنى وتطلع سرك ليك وده مش حلو ان انا ابقى حكي لك على حاجة نتخانق فجأة الاقيك بتقول لي الحاجات اللي انا كنت اقرا لك مضايقاني يلا يلي ويلي 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 ده اوحش نوع في البني ادمين وده ساعات برضو يجي يقول لك اصله غلبان اصله طيب اصله غصب عنه لا في حاجات ما فيهاش مين انت قلت له سر وكنت خايف بعد كده انه بعد ما علاقتنا تتقطع وعلاقتكوا تتقطع انه ممكن يتكلم عليا ويفشي سري او الاقيه مثلا بيقول الناس حاجات انا قايلاها او ممكن حتى يرميك بالمش فيك بس يرميك بالمش فيك دي ملهاش دعوه دي على جنب انا عايز اعرف السر يلا عمل نفسك سامع مع سالي عبد السلام على الراديو 90-90 ليه يا دكتور حاتم تقطع التليفون وكده ده انت حتى يا دكتور حاتم دكتور مساعد يعني مش دكتور يا مالي بجحتك يا ميار يا حظك المنيل يا ميار كان زمانك طالع معايا على بتقول رايك ايه اللي حصل يا دكتور حاتم كانوا شويه اعلانات يعني عايز اسلم على علي جدا تسلم لي علي وعلى راسي ثانك يو سو ماتش على مكالمتك 199 ده رقم الاس ام اس ممكن تكلمونا على 2-18-10-866 او تبعتوا لنا على الفان بيج فيسبوك سلاش راديو 99 معروف او على تويتر هاشتاج اتمسوا او راديو 99 مروه صبري كانت عندي في الاستوديو فنوال مصورانا واحنا واقفين بنغيص في بعض انا ومروه كده علاقه غرام وانتقام عارفه يا مروه لو دخلتي استوديو تاني اطلعك منه انت من 4 ل 6 دي وحسن ما تخشيش من 6 ل 8 تاني انا عارفه ده ايه ده ندى ثانك يو يا حبيبتي الحلقه عشانك انت اخترتيها شوشو بسلم عليكي من على تويتر ونوسه بسلم عليكي بتقول احنا بنتكلم النهارده عن الناس اللي بتقول لها ما تقولوش السر وفجاه بيسمعوها غالبا ما تسيبش حد ما تقولوش السر مين قلت له قبل كده حاجه وطلعها وبالذات في الزعل خلي بالك الزعل انا ممكن اقول لك مثلا انا متضايقه ان انا عصبيه متضايقه ان انا خلقي ضيق يلا يا عصبيه اللي خلقك ضيق ايوه فين يعني على فكره ده هيقلل منك انت ده عيب فيا حاجه ما تخصكش على فكره ومش هتغير بس الفكره في حاجه انه اعرف صاحبك وعلم عليه خلاص انت كده خلتني علمت عليك نوسه بتقول مره كنت بقول المفروض انها انتمتي اني بحب واحد وغلطت اني قلت لقيت كل اصحابي عرفوا بيسالوني مين طب ما هي ما قالتش مين هي قالت انك بتحبي واحد شفتي بقى النصيحه شفتي بقى بتحبينا هدى بتحبينا هدى انا قلت كان حاسس اللي انت بتحبيني ايوه والله ركزي في المذاكره يا ماما ده شهافه هشام حبيب بسلم عليك وادم بسلم عليك وامينه خالد بسلم عليك يا روحي وتسلمي لي يا حبيبتي على راسي والله العظيم ونور الهدى في كمان ريهام علي وشوشو تاني ونوال يا حبيبه قلبي يا نوال تعالوا بقى نقرا بقى من على الفان بيج شوي ولا تيجوا نقرا مسجز الاول تعالوا نقرا مسجز انتوا النهارده شايفه مريحين ليه في المسجات ايه يا جماعه عايز اسلم على ابو العيلة بيمسي على كل اللي في الاستوديو انا الوحيده بس يا بشر في الاستوديو ممكن تشوفنا من اونلاين ستريمينج بعمل لكم باي 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 اهو مساء الورد والياسمين وكريم شانتيه بالشوكولاته وحش كريم شانتيه بالشوكولاته في كمان مساء الخير كل ما اسمعك افتكر سهير البابلي فعلا وحس انك بنتها هل ظني في محله ام تشابه في الشكل والصفات ده ابو بكر محمود عبيد بيكو عزيزي ابو بكر محمود عبيد الحقيقه لا انا امي مش سهير البابلي بس انا تحسني ممكن ابقى بكيزه هنا بالدرامالي في نفسي وممكن برضو تلاقيني زغلول عادي في كمان انا مش مصدق نفسي اخيرا الساعه 6 جت اتبسطت ده محمد موسى ثانك يو يا محمد بعتها كم مره يا محمد في ايه في كمان
احلى مسا يا سالي، ما حصلتش معايا عشان ما بقولش اسراري لحد. عايز اسمع اغنيه حبك حاضر دي جوبا. انا ومزاجي يعني بتختلف، انا ومزاجي. سماح ابو الدهب ومصطفى، بسلم عليك يا مصطفى جدا وما بشغلش اغاني لحد. في كمان محمد عياده بيقول طبعا حصل، ومن حد قريبي كان بيقولي ان سرك في بير، بس بعد كده عرفت ان البير بيسقي فدادين ارض كبيره. اوه اي لايك، حلوه حلوه قلت كده والنعمه قلت كده. في كمان اهمادي يقولي اهمديت، وهبطي يقولي هبطيت، اتهبط ماشي وبطيت. ثانك يو، عجبكم الفستان الاحمر؟ ثانك يو، اخذنا احسن مذيعه وراديو 90 احسن اذاعه، ده في استفتاء وشوشه. وكمان احمد يونس احسن مذيع، ورنا ومينا خدوا احسن برنامج ما شاء الله. في كمان من تاني محمد يا موسى بسلم عليك تاني. تعالوا نسلم على الناس اللي على الفان بيج. لا مش قد كده الفان بيج، مش قد كده، ما عملتوش حاجه كبيره. تعالوا ما نشوف مين اول كومنت. الاول لازم نقعد نعمل فيو بريفيوس كومنتس عشان تطلع، يعني خليكم معانا شويه. ده محمود مصطفى، كل يوم محمود قال لك سليم مبروك. ثانك يو، تسلم لي. وبعدين ايه بقى انا قلت مش عارفه اتكلم وما سكتش صح. محمد زيدان بسلم عليك، هو بقى بينادي بقى على محمد زيدان، محمد عطيه الشاعر. في كمان من تاني، انا كاتب عربي، انت كاتب عربي ها، ده شعبان خير كاتب افغاني. ننوسه بسلم عليكي يا حبيبتي والله يبارك فيكي. يعقوب العيد، ثانك يو يعقوب، تسلم لي. وطبعا مبروك للمعلم يونس سيد المعلمين. نرمين خالد بسلم عليكي يا حبيبتي، وبسيوني رياض بسلم عليك. شهاب الدين محسن، مش لذيذ على فكره. نهى سلمان بسلم عليكي، وانت كمان وحشتيني. من تاني التوميتو بقى والجو ده بقى، واحده تسمي نفسها توميتو يعني ايه؟ طيب يعني ما تسمي نفسك جرمين. جرمين وماله اسمي بقى؟ اسم صاي ازيك؟ لا انت محصله ديهان ولا انت محصله نرمين. بقول لك اتشد ياض وتحترم ذاتك وتقعد بقى. الله ما غلطه، اش اسكت ساكت، اش اسكت ساكت، يعني انا هنا اتقفلت بقى، هنا انا سكت. على الراديو 99 سالي عبد السلام، بيتمسي على اللي سامعين. سالي عبد السلام، يلا عامل نفسك سامع مع سالي عبد السلام على الراديو 90. اعمل نفسك سامع، اعمل نفسك سامع. عمرك قلت حاجه لحد وقلت له ده سر وما تقولوش، وقاله يعني وقاله للناس كلها؟ مين الحد ده وقاله ليه؟ يعني ايه ده حصل في كان في سياق الدراما ولا جت كده اجتهاد شخصي عمل مشهد لوحده؟ 199 رقم الاس ام اس، ممكن تكلمونا على 2-18-10-8-66 او تبعتونا على فان بيج فيسبوك / راديو 99 او على تويتر راديو 99 او هاشتاج اتمسوا. الو، مساء الفل. مساء الفل، ازيك يا محمد، اخبارك ايه؟ ازيك يا سالي؟ الحمد لله. قولي بقى يا محمد، عمرك قلت لحد سر وقاله؟ لا انا طبعا قلت له، بس هو ما قدرش يقوله. ليه بقى ما قدرش؟ ما مسك عليه زله؟ هم طبعا قايلين لي، فهم لو قالوا انا هقول. يعني انت بتبقى قايلهم الاول لو انت قلت انا هقول؟ لا، ما هم احنا ماشيين على ايه سيستم مع بعض. ايه بقى هم طبعا بيحكوا لي، فهم طبعا ما يعرفوش يحكوا مع حد، عشان هم لو حكوا مع حد انا هحكي. يعني انت بتبقى ماسك عليهم حاجه فتقولهم انت حكيت. طبعا ما زي ما انا بحكي هم بيحكوا. طب وعمر حد جرب يعملها او هددك؟ لا ما يفكروش، لان انا طبعا بامن نفسي. يعني انت رايك ان احنا عشان نضمن ان السر ما يطلعش نمسك عليهم سر؟ طبعا لا، ده لناس معينه، اما في الصحاب طبعا يعني من غير ما احنا نمسك عليهم اسرار، هم طبعا بيحفظوا كل حاجه عن اسرارنا وكل حاجه. يعني كل الصحاب، والواحد طبعا لما بيبقى مخنوق بيحكي، يعني شوف واحد صاحبه يحكي معاه. بس تفتكر كل الصحاب؟ لا ده قليل جدا، يعني اي شخص في الدنيا له صاحب او اتنين بس هما كل حاجه بالنسبه له. طب وما بيخونوش؟ لا لا يعني بالنسبه لنا لا، لان يا رب تبقى شايف الدنيا جميله كده. والله اول حاجه والله عشان العيش والملح. انت عندك كام سنه يا محمد؟ انا ان شاء الله 25. ان شاء الله على 30 هتفوق يا ابني، هتلاقي بقى الاقلام انت مش ملاحق، فاهم؟ 60 قلم على غفله في يا جماعه، في كل دي. بس ان شاء الله خير. الدنيا خير والله، نورتني. ميرسي يا محمد جدا. باي باي باي. هتجننوني، بس هو شاف الدنيا حلوه. اتمسوا مع سالي عبد السلام على الراديو 90. شرد 199 ده رقم الاس ام اس، ممكن تكلمونا على 2-18-10-8-66 او تبعتولنا على الفان بيج فيسبوك / راديو 99 او على تويتر هاشتاج اتمسوا او راديو 99. دايما بيقولك لما يكون في حد مثلا يقولك حاجه وانت عايز ترد عليه الغلط بغلط، بيبقى اصعب من كبت المشاعر. يعني كبت الغلط اصعب من كبت المشاعر. اي والله ربنا يعلم احنا بنجاهد نفسنا ازاي.
بصوا بقى امتى قلت لحد حاجه؟ قلت له ما تقولش لحد ولقيت ان مصر كلها عارفه تقريبا, او الناس كلها عارفه مش لازم مصر كلها, او انتوا بتتخانقوا راح مطلع سرك. دي اوحش حاجه, دايما بيقول لك ما تثقش في حد ابدا, ما تديش ثقتك لحد. في ناس كده فعلا ما تثقش في حد بسبب اللي شافته كتير او بسبب ان هي اتعلمت من قرصات غيرها. 199 9 رقم الاس ام اس. عايزه مبروك يا سالي الجائزه ومن نجاح لنجاح. ثانك يو. في اول مره اسمعك يا سالي, انا سعيد بيكي وبالبرنامج, وبفكرك احنا معرفه انستغرام. شجعي الزمالك براحتك خلاص, ما تنسيش تهني الاهلي لما يكسب. طبعا مبروك للاهلي لما بيكسب. حضرتك اللي كنت بعتلي قبل كده عشان انا كنت حطيت صوره او زملكاوي ان الزمالك كسب فانا فرحانه, فحد بيقولي ما ينفعش انك تقولي انك زملكاويه او اهلاويه ان ده هيخسرك الجمهور. يعني ايه؟ يعني هل لما انا اختار الاقليه في بلد زي دي وانا بقول ان احنا فعلا الزملكاويه اقليه ومعترفه جدا, ما بنكسبش كتير وبنشم نفسنا بالعافيه, مش هنكذب بس بنحبه, مش عارفين نبقى حاجه تانية غير زملكاويه مهما عملته مهما تسف علينا. فهل ده معناه كده يعني انا لو انا مسلمه وحضرتك مسيحي, او لو انا مسيحيه وحضرتك مسلم, ده معناه ان حضرتك ما تحبنيش, او ده ممكن يقلل عند الجمهور؟ لا انا اسف, انا اقول رايي واللي ما يحبنيش ما يحبنيش, انا كده. في كمان سالي وحيات اغلى حاجه عندك, ممكن تحاول تكلمنا؟ معلش سميره تسلمي لي يا حبيبتي. في كمان امي تفضح اللي ما يتفضحش, ممكن تخترع سر عشان تقول لها السر وتروح تذيعه, بتجرس الدنيا. رقم اخر 24. الامهات بجد اقسم بالله دول احسن من الساتلايت زبلايت, حاجه رهيبه. طب ليه يا جماعه؟ ليه الام لا وتقول لك ايه اسكتي مش الوقت تلعب بيحب إيه؟ فين المتعه؟ فين السخسخه؟ فين الكركر؟ يعني فين بجد؟ فين يا حاجه لما انت تقولي كده ده يبقى حلو؟ على فكره مش حلو خالص, مش حاجه لذيذ. اسكتي. قال ايه؟ قال ايه جايلها عريس ومامته مش عارفه ايه؟ لو انا قايله لك حاجه على مامته تقوليها ليه؟ طب ما تنت هتعرف, يبقى منظرنا ايه لما تنت تعرف؟ ينفع كده؟ في كمان سالي صوت جميل, لا حاله غرور ملهاش حل. دي حقيقة انا مغروره فعلا والله, بس مغروره بحب الناس, مغروره قوي. في كمان احلى مسا على كوكب الارض كلها وانا بحبك قوي. ثانك يو. بمسي على ابرام حبيب خاله. ماشي هعديها طالما بيحبني فلازم هطبل. انا اسمي عماد كرم واحب اسمع دايما دموع لحماد هلال. لا دي بقى تشغلها على يوتيوب. يوتيوب يا معلم. دايما دموع ايه من 6 ل 8؟ انت عايز الناس تغلط فيا انا؟ طب ليه؟ في مين تاني؟ من تاني تعالوا نشجع الفان بيج شويه. احمد بي انت عندك سبيس واقع يا فندم, انت المفروض احمد بي سيف, في مشكله يعني. قال لك يا ما بعدش يا جيمي, مع ان حلو يعني, انت قايل افيه حلو, افيه يعني افيه يستاهل عليه حاجه جميله يعني. هتضرب هنضرب, هتكسر هنكسر, هتحرق هنحرق, ومش برجالتنا بايدينا. مهندس عادل مش عارف يا مهندس عادل والله مش عارفه حضرتك ليه كده, ليه هو ده السبورت اللي على الهوا يا فندم؟ في كمان احمد نجم انا بسلم عليك جدا تسلم لي. في كمان انا مره واحده قريبتي, يعني واحد قريبتي, انا نفسي اعرف ليه التيه مربوطه دايما واقعه منكم, نقف واقفه بقى مع التيه المربوطه. واحده قريبتي كانت حكيه لي على سره لما اتخانقت معايا فضحته في البلد كله. يعني هي كانت حكيه, يعني هي قايله لك على سره وفضحت نفسها؟ لا مفيش دخان من غير نار, كلامك مش مظبوط. في كمان انا اتعامل معايا الواجب ده في الموضوع ده كتير, وتحديدا من بابا. دي قريش. مين حبيبي بابا رش؟ في كمان كتير قوي يا سالي, لما الواحد بقى بيحتفظ باسراره لنفسه من كتر ما شاف من عدم كتمان السر بتكون فضايح مجلجله. ده عبد الله عباس البطار. في كمان عسفه بتسمعنا من الكويت, تحيه ليكي ولكل اهالي الكويت. على راسي يا حبيبتي. مساء الخير. ايه مساء الخير؟ مساء الخير. حاجه فخمه. في كمان محمد زيدان بسلم عليك, اهلا يا زيدان منور. ما جيتش انت واخوك ليه؟ انا ما اوريش غيركم بقى في البرنامج. في كمان مذيعة بتطفش الناس اقسم بالله. مش كده يا ماما. في كمان شوشو حجازي بسلم عليك يا حاضر, اجيب لك الاغنيه الساعه الثانيه. حاضر. انا بقيت بشغل لكم الاغاني اللي انتوا عايزينها ودي مش حاجه حلوه. ها في كمان ميرسي يا هشام تسلم لي وعلى راسي. مفيش اغنيه ليا, ده انت مظبطه الاغنيه اللي جايه بقى ليكي يا امينه يا خالد. شفتي بقى انت ورانيا وريهام علي انتوا الثلاثه. في كمان نوسه بسلم عليكي, انا راجعه يا جماعه راضي عنكم مش فاهمه ايه ده ايه ده. في كمان نوال حاطه لي فيديو وانا بقول كلمتي على الستيج, مشاعر امومه ايه نوال؟ لا انا كده بصوا انا كده بهديها لكل مستمعين. اتمسوا مع سالي عبد السلام على الراديو 90 90.
مش عارف اقول ايه. استوقفتني مسج على 199 قبل ما نبدا موضوع حلقتنا، بيقول لك ايه سيدي، انا بسمعك بقالي 4 سنين لما كان برنامجك الساعه 4، فوجئت دلوقتي. ايه بقى ايه بقى ايه بقى كده؟ ما تقوليليش ده حسام حسين وكاتب بحب نرمين. حسام حسين بيحب نرمين. يا ميله بختك يا ميار، يا حظك المنيل يا ميار. نبي يا اخويا السنه دي من 6 ل 8 3 و 4 اتمسوا. 199 رقم الاس ام اس. بصوا بقى الاول، تعالوا نقرا الفان بيج فيسبوك سلاش راديو 99. موضوع حلقتنا النهارده بيقول لك في ناس تقول لهم ما تقولش لحد، مش عارفه باين بيسمعوها ما تنساش حد، بيسمعوها ما تنساش حد. ماشي، مين قلت له ايه وقالوا للناس كلها؟ قال لهم الو هاي احمد ازيك؟ الحمد لله كله تمام. اخبارك ايه يا ابو البنات؟ عامل ايه؟ كله حلو. انت عندك بنات مين ومين؟ عندي لورا وعندي نيلي في الطريق. اشجان وشيرين، ما شاء الله ربنا يخليهم لك يا رب. ما وصلت لك الاسامي من لورا ونيلي لاشجان وشيرين. قول لي بقى، قبل كده قلت لحد على حاجه و بصوا الاول عندي مراتي ومرات صاحبي عمرهم ما بيخرجوا سر. بس البعض ها بيقولوا البعض. لا خالص لا، يعني خالص. انت تبقى قاعد عارف سر صاحبك ولا ما تعرفه؟ انت عارف سر صاحبك عادي. لا عارفه عارفه طبعا، بس هو عمره ما يطلع سر ليا خالص راضي. بابا بقى عمل معايا موقف جميل قوي. كنا رايحين عمل معاك الصح قريبنا رايح شاري شقه جديده يعني، واحنا رايحين نزوره والعيله كلها قاعده وهم قاعدين بيتكلموا. طبعا هم في كلام كده معايا للناس الكبار، والله دي ريحه حلو، دي الشقه مش عارف ريحتها جميله، يا رب يديك خيرها ويبعد عنك شرها. طب ايه شر الشقه ازاي؟ يقول له ده انا عايل شباك الحمام ده لو فتحته مع الباب انت مش فاهم. لا دي بحري تقول له روح. وهم كل الناس قاعده بتعرق يعني، ما الدنيا زفت ما شفناش بجنيه هوا يا باشا. فبميل على بابا قاعد جنبي بقول له بابا دي شقه ايه اللي حلوه؟ الشقه وحشه جدا. هو كمل كلامه وفي نص الكلام قال لي احمد انت بتقول الشقه وحشه ليه؟ دي جميله. طب ينفع كده والنبي؟ طب ده هزار. العيله كلها ما اعرفش بقى، ما اعرفش الوان. طب ينفع بجد؟ اقسم بالله ان يعني الناس الكبيره دي هم اللي قعدونا كده. ده مش هزار يا انكل. في حاجه انت قلتها من شويه جامده جدا. ايه بقى؟ اول ما اغنيه روبي اشتغلت فبتقولي روبي ايام زمن الجميع، حسيت ان شعري طقطق ابيض. شفت احنا كنا صغيرين قوي. انت عندك كام سنه يا احمد؟ طبعا لا انا 31. دي كانت وانا في امتى؟ دي كانت وانا في اولى جامعه مثلا. طب ليه بيدير وانت رايح الجامعه؟ له داري كده كله طقط ابيض. اقسم بالله وانت تسلم لي ونورتني. ميرسي يا احمد، ثانك يو، باي باي باي. بس ما يهمناش حتى لو شعرنا طقط ابيض، حتى لو كبرنا. لا ده احنا حلوين قوي. حلوين ايوه حلوين حلوين. احنا ما بنكبرش يا حبيبي، احنا بنفضل صغيرين. محمد زيدان بسلم عليك. انا مش بترد لي، ارد فين يا زيدان؟ ارد فين الحقيقه؟ ما جاليش ولا ميست كول على موبايل. بس بقى في كمان بسيوني رياض بسلم عليك. واحمد قال انا قلت للناس كلها الجمله دي وعايز اسمع ميكي بليز. هحاول اجيب لك ميكي حل بمزاجي. في كمان محمد سعد تسلم لي يا محمد، عرفتك انت اللي بعت لي على الانستغرام، ما كنتش عايز اقول نازل الكوي. زيزو بسلم عليك. لا استنوا يا جماعه عشان دي حلوه قوي، انا عايزه مزيكا حلوه لان لازم ممكن اوطي مزيكا شويه. زيزو المصري باعت على الفان بيج فيسبوك سلاش راديو 99 بيقول بمسي عليكي نقط، واطول مسايا نقط، ده صوتك صاحبني نقط كتير تاني، وصورتك معايا نقط تالت، وكم ضحكه منك نقط بقى، بترسم حكايه وبحلم يا سالي وبسبق خطايا وهفضل متابع لاخر النهايه. الشاعر خالد صبحي. عزيزي خالد بصي على الكلام الرقيق ده خالص، كلامك اثر فيا، دغدغ مشاعري، خلى كياني غير كياني. انا انت مش فاهم قد ايه بحب الشعر. فينك يا اسراء؟ انت مش فاهم انا بموت في الشعر. ده انا ما ذاكرتش بيتين شعر على بعض يا مؤمن في ثانويه عامه. ايمن السعودي بسلم عليك. قال صدقيني يا سالي الكلام ده بيجرح بجد، عشان الواحد ما بيبقاش حاسس بنفسه، والطيبه بتخلي الواحد يثق في اي حد. اتمسوا، مسينا يا فندم. في كمان مش هشغل لك يا زيدان الاغنيه اللي انت عايزها. وعد الحداد بمسي عليك يا حبيبتي. ثانك يو يا حبيبتي، انا صوتي حلو عشان خاطركم انتوا. امينه خالد بسلم عليكي. وفدوده والله تسلم للوسطات. شفتي انت ليكي واسطه، انت ليكي واسطه ريهام ونوال، ودول قلبي وروحي وعمري. شوشو تسلمي لي يا حبيبتي وهجيب لك الاغنيه. حاضر. اي خبر مش عارفين نقوله لبابا وخايفين نقوله لماما نوصيها ما تقولش ونعيش. برافو يا نوال. صاف بسلم عليكي. قالت والنبي حاجه، والنبي يا سري حقه
لذكرى او شيرين والنبي. هجيب لك شيرين. انت منين يا صاف؟ لك هلا والله، شلونك، شخبارك، شحوالك، حاجه ايه ده، احبك. في كمان ريام علي بسلم عليكي، هشام حبيب ماشي، عايزه اغنيه ايه، جفناه وعلم الغزل والنبي ما يحصل، ده نسيب البرنامج قبلها. في كمان من تاني بتهزروا على فكره، انتوا بتضيعوا وقت على تويتر، ما بتطلبوش حاجه مفيده. ومنا بسلم عليكي يا سندريلا المعلمين. نجيب شيرين بقى، نجيب شيرين طالما الدول العربيه طلبت شيرين. 199 رقم الاس ام اس، ممكن تكلمونا على 2 18 10 8 66. اتمسوا مع سالي عبد السلام على الراديو 90 90، على الراديو 90 90. انتوا بتتمسوا، اتمسوا وقولوا يا مسا. 199 رقم الاس ام اس، ممكن تكلمونا على 2 18 10 8 66، او تبعتوا لنا على الفان بيج فيسبوك سلاش راديو 90 90، او على تويتر الراديو 90 90، او هاشتاج اتمسوا. عمرك قلت لحد، انا هقول لك على حاجه ما تقولهاش لحد، فجاه يا اخويا تصحى الصبح كده تلاقي الجرايد كاتباها بسم الله ما شاء الله مصر كلها جايبه في سيره سالي. ايه يا جماعه، بس دايما بيقول لك مفيش دخان من غير نار، ايه بقى؟ الو الو، ازيك يا باشمهندس محمد، اخبارك ايه، عامل ايه؟ ازيك انت يا فندم، عامله ايه حضرتك؟ الحمد لله كله تمام. قولي بقى، عمرك قلت لحد سر وراح قال عليه؟ اه يا فندم، ما انا حصل معايا موقف، يعني هو زي ما تقولي كده موقف كوميدي شويه يعني. ايه بقى؟ كان عندي واحد جوي كان بيحب واحده، ايه، جوابتنا برضه. فهو كان يعني بيقول لي يعني عليها وبتاع، بس لسه كان في يعني ايه، يعني لسه بيظبط حاجاته وبتاع وكلام زي كده. لسه جارك وجارتكو لسه بيشوفوا بعض يعني؟ بالظبط يعني، لا 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 لا، هم يعني فتح كلام يعني، اه بالظبط كده. اوكي تظبيط. فجت ماما بتقول لي ايه، بتقول لي ان جوابتنا دي بقى ايه، انا عايز اجيبها، قصدي عايز يعني اخلي ابن خالتك ايه يشوفها وبتاع. فقلت لها ماما طب انا عايز بقول لها بقى ان يعني ايه في بينها وبين جارنا التاني حاجه، عشان في كلام يا ماما. بالظبط. قلت لها ماما بص يا ماما، اقول لك ايه، ابيض دوت قال ده كده اهوت، لا لا لغايه كده كويس حلو كده. يا لهوي، انا بقى التاني يوم لقيتها بتكتب لي على الفيسبوك، على البابليك عندها، ايه بقى الموضوع كله على الفيسبوك عندها، وكانت عملك منشن او تاج. لا يبقى مش انت يا معلم، اعمل مش هنا. لا مش كده. ده هي كانت بتسالني وهي بتقول لي اسمها محمد، هو كده محمد، هو اسمه كذا وكذا، هيتجوزوا امتى، وطبعا كل اصحابنا وكل جيراننا اللي كانت لك كونفرسيشن كلها من اولها لاخرها. كله يا فضحتك يا باشمهندس محمد. طب انت عملت ايه، صالحتها؟ لا مش هات كده. بصي يعني انا اقول لك الحاجه، انا جيت طبعا زهقت، طبعا صاحبي بيكلمني ومصحيني من النوم وعامل مشكله. قلت له بص معلش ده خطا، هنعمل ايه وبتاع. المهم انا قعدت صاحبك. لا 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 خالص، خسرت مامتك. لا لا لا، انت علاقتك بماما. انا عملت ايه بقى، انا علمتها الفيسبوك جامد بقى، لازم علمتها عشان ما تعملش الغلطه دي تاني. عملت ايه بقى؟ علمتها، قعدت بقى معاها بقى وفهمتها يا ماما يعني ايه بابليك، يعني ايه بوايبت. هي كانت كاتباها على البابليك وقصدها مسج. ايوه يا نهار ابيض، ضيعتنا. اوعى يغفلونا، غفلنا على البابليك كده اهوت. قعدت بقى وتمام، في حاجه اسمها بابليك يا بنتي يا حرام، في حاجه اسمها برايفت، وفي حاجه اسمها يا ماما تبعتي لي المسج، في حاجه اسمها ما تخشيش الفيسبوك ده تاني، ده مش بتاعك. ومن ساعتها الموقف ده مش قادر اتسامح. تسلم لي، ميرسي جدا يا باشمهندس محمد، باي باي باي. رح اتكلم موقف كله. طب انت تحكي لماما ليه يا محمد؟ على تويتر هاشتاج اتمسوا وراديو 90 90 بيدللوا علينا، قال لك جالنا اتنين من الكويت، جالنا اتنين اجانب، جالنا اتنين من الخليج. 199 ده رقم الاس ام اس، ممكن كمان تكلمونا على 2 18 10 8 66، او تبعتوا لنا على الفان بيج فيسبوك سلاش راديو 90 90. موضوع النهارده شائك. حلوه الكف في المايك، شائك. انه ايه بقى؟ انه انت عمرك قلت لحد حاجه وقلت له ما تقولهاش، هو راح قالها عادي جدا. ليه؟ الو باشمهندس محمد، ازي حضرتك يا فندم؟ انت مهندس بترول؟ اه نبتدي نقر بقى ولا نحسب؟ احنا محظوظ بقى. محظوظ، ها؟ طب وانت ايه، مهندس بترول في مصر ولا بره؟ لا في مصر، بس فكرت بره كان في شغل بره قبل كده. بس بتقبضوا بالدولار؟ لا لا بالمصري، بس مصر يقبل بالمصري. مصر يقبل بالمصري، ها؟ طب ما تشوف لنا اي باسبور. لا نعم، شوف لنا اي جنسيه. طيب طالما التانيين بيقبضوا بالدولار، دولارات. لا جوه مصر ما فيش بقى مفيش الكلام ده، ماشي مير يعني. اللهم صل على النبي. قول لي بقى، عمرك حكيت لحد على حاجه وقالها؟
بصي اصلا انا مش متفق عشان اتكلم في الموضوع ده لان انا مش عارف ابعده ايه اصلا. يعني انا مش عارف ابعده ايه اساسا. ما انت بتتصل عشان مين زقك عليا؟ عشان اسمع صوت حضرتك بامانه. الله على الحلاوه، شفت بقى احرجتني ازاي؟ يا ابني ما بعرفش، انا مش بعرفك على فكره. طب والمصحف احرجتني؟ بوزيتيف انرجي في منتهى الجمال. بدي بوزيتيف انرجي في منتهى الجمال. انا ممكن اعمل ده مشروع على فكره والله العظيم، برطمانات البوزيتيف انرجي اقسم بالله. اصل انا ما يعني انا عشان سمعت راديو كتير وسمعت بره هنا في مصر وبره، بره كنت مسافر بره في امريكا في ستيت اسمها بنسلفانيا وكده. بنسلفانيا فمفيش الصوت ده خالص في الفيديو خالص، اول مره اسمعه في حياتي. على راسي، ثانك يو. والله يا بس بس اقول يا مسا ثانك يو يا باشمهندس، على راسي وثانك يو لذوقك، ميرسي جدا، شكرا. باي باي باي. لا احرجت وبقيت كيوت وكده، والله العظيم انتوا بتحبوني يا جماعه، بتحبوني بتحبينا يا هدى. انا قد كان حاسس ان انت بتحبيني. طب ما انا عارفه ان انا مميزه بس مش بقول. لا كده هتتغري بقى، نرجع تاني نزعلك في ساعتها. هتضرب هنضرب، هتكسر هنكسر، هتحرق هنحرق، ومش برجالتنا بايدينا. بس مش عايزين نتغرر يعني، يا رب ابعدنا دايما عن ايه، عن الغرور، عشان الغرور ده وحش. عايز سلام على كل الناس. محمد زيدان قال لك والله قلت كتير قوي واتفضحت. تهم ما انت ما عندكش ثانويه عامه، ما عندكش جامعه، ما عندكش ام تزعق لك تقول لك قوم اعمل اي حاجه في البيت. ايه بقى؟ قال لك بتفتري عليا ليه؟ اهلاويه والفخر ليا حاجه جميله. ممكن تغيري اسمك عشان خاطري يا روحي؟ بليز. علا نادي قالت لي سالي انت مش بتقري تعليقاتي ليه؟ انا زعلانه منك وعامله لي ساد فيس رهيب، فانا اتضايقت. قالت لي وانت عارفه ان بحبك وبستنى يوم التلات والاربع عشان اسمعك. والله ما اعرف يا علا، اثبتي لي يا علا بتحبيني، يبقى تثبتي لي. اللي بيحبني ايه يثبت لي. قلت كده والنعمه، قلت كده. في كمان كيرو، ماشي يا كيرو، بعدين انا ضد الكلام ده بس ماشي. في كمان محمد سلام، انا بسلم عليك. قال لي بسمعك بصراحه يا غجية دلوعه، انا اول مره اسمعك بصراحه، وبتعملي جو حلو في السكن، في السكه اكيد بتعملها سكن في السكه لما بنروح من الشغل. انا على راسي على فكره، انا مش عايزه حاجه غير ان انا ابسطكم بس. يعني هي على فكره هو الراديو ايه غير ساعتين تقعد تبسط فيهم وتنسى كل همومك، لان احنا بقينا مليانين هموم، في حاجات كتير قوي مزعلانا وما بنتكلمش. انا حاسه ان احنا هنبوظ من كتر الكبت، انا خايفه الشعب المصري كله يبوظ، نبوظ من بعضينا، هتبقى مشكله. نوال بسلم عليك. اهدي بقى يا نوال وقولي هديت. سليم مدرسه خاصه دي ما بيخرجوش منها ابدا. لا طب اعمل ايه، مش طلبوها. في كمان شوشو، يا شوشو شفتي يا شوشو، شوفي لك حل معاهم. في كمان مين تاني، يا ندى يا حبيبتي. في كمان مين تاني، صاف تسلمي لي يا صاف ونورتينا من الخليج، هلا والله. وعملت لي فولو الاثنين، not only but also. في كمان بصوا، عايزين نسلم على كل الناس اللي على الاس ام اس 199. سالي ميلا بتغني لو قصت خير توصى. لا هي اسمها مدرسه خاصه يا وليد، اسمها الفنانه رانيا احمد، جميله الاغنيه. احمد عبد الهادي بيقول يا مسا التماسي يا ورد قاعد على الكراسي. مسا مسا روف مسا النور يا سيدي. يا راجل انت لغيب، عيش معايا اللحظه اقول لك مسا مسا رؤوف تقول لي مسا مسا ابراهيم. مسا مسا رؤوف مسا مسا يا ابراهيم مسا مسا. ايوه كده. سليم مساء الفل عليكي، كل الركاب بيمسوا عليكي، ده ابو عمرو نادر. لا كل الركاب يبقى حلوين، يلا حلوين. الله ايوه حلوين كلكم، راكب راكب حلوين. دفع ولا لسه؟ في كمان من تاني حماتي يا سليمه بيبلش في بقها فوله، كنت حامل في توأم، كنت دي من دلوقتي مش حامل في توأم يا روحي. بتقول جريت حكت لسلفتي وهي ما بتخلفش وزعلت نفسيا وانا ماليش ذنب، حتى ما قالتليش مبروك. يا رانيا يا حبيبتي معلش، التمس لها الاعذار، معلش انت طبيعي انك تقولي ان انت حامل، حتى قولي لسلفتك بنفس راضيه. خلي بالك تعالي اما نتكلم في خمسه صيانه وانا هرد عليكي في خمسه صيانه، يلا هرد عليكي حالا. قوم خد لك خمسه صيانه وركز شوف هنقول ايه. اتمسوا مع سالي عبد السلام على الراديو 90 90. خمسه صيانه، المسج اللي جت بقى ان هي قالت لسلفتها انه يا سالي هي حامل ومش عارف ايه والكلام ده كله. بصي بقى يا ستي، بصي بقى عايزه اقول لك على حاجه، انه عادي انت ممكن تخلي اللي قدامك يغير منك، ممكن تخلي اللي قدامك يبسط من، يعني بمعنى انه هاتيها بالرضا. في ناس كتير قوي غصب عنها، احنا بني ادمين، ناس كتير قوي هتشوف الحاجه اللي عندك حلوه وتبص لك فيها غصب عنهم على فكره. وده ده مش حسد، ممكن يبقى هو مش قصده يحسد او يحقد، بس هو بيقول يعني يا رب اديني زيه ودي حاجه حلوه، بس ما يكرهلكش الخير.
اللي يكره لك الخير ده حسد وحقد. انت اللي تخلي الناس تفرح لك. انا بقيت بعمل كده في كل اللي حواليا تقريبا بجد. لما اخد جايزه بلاقي الناس فرحانه لي، لما يحصل لي حاجه حلوه الاقي الناس فرحانه لي. انت اللي بتخلي الناس تفرح لك. لما نفسك تبقى حلوه وتبقي راضيه وبتقولي الحاجه وانت مبسوطه وتقول لهم قد ايه انا تعبت في الحاجه دي، تخيل ربنا جابها لي بعد طلوع الروح، فتحسي ان هو وانت بتقولي بعد طلوع الروح دي هو حاسس بيكي. بتحصل. النهارده الحلقه كلها كانت عن عمرك حكيت لحد، قلت له ما تقولش لحد، فهو اسمعها ما تسيبش حد ما تحكيلوش. انا واحده من الناس اللي لما بحكي على حاجه بتتقال كتير، ما بقتش ازعل. يعني انتوا الاغلبيه قلتوا اه بتضحكي وبتاع، ما بقتش ازعل لانه قريت حاجه حلوه قوي بتقول لك الرصيد ده بيبقى الستر ده رصيد، بمعنى انه كل شويه بتقلل منه وتقلل منه وتقلل منه، فاهم؟ يعني كل ما تعمل حاجه غلط رصيدك بيقل، فربنا سترك. فخلي بالك ممكن المره الجايه ما تسترش، ممكن المره الجايه يعني ما يعديهاش. بيعلمنا حاجه لما الاقي انه قلت لحد سر وقال لي حاجه حتى لو كانت فضيحه رهيبه، خلاص ده اللي حصل، بتعلم منها، اتعلم منها ان انا ما احكيش لحد واخلي سري لنفسي. غصب عنك برضو ترجع وتامن. يعني في حاجه دايما تقول لك ايه هيطلعوا وحشين، يقول لك لا اتقل. لما تثق فيهم، بس تثق فيهم الاول بعد كده يطلعوا وحشين. تبقى غصب عنك دايما بنحكي، وفي ناس بتحكي وهي مش قصدها. بس اوحش نوع في الدنيا اللي مش هنشوف بعده وحاشه، النوع اللي بيعمل ايه بقى؟ النوع اللي يستنى لك ان انت تتخانق معايا، اتخانق معاه يقول لي سري. مش ممكن انا ما عنديش مشاكل ده تقوله للناس. شوف عارف لو ده طبع وده اتنقص فيك قوله للناس، لكن ما جيش تصارحني انا بيه. انا قلت لك انا عندي 1 2 3 4 مزعلني، نتخانق تطلعهم لي في خناقه عيب، مش حاجه حلوه. وخلي بالك ده اوحش نوع في الدنيا، وصدقني الدنيا دوار. هتقول ده النهارده كده، هتلاقي بكره ربنا جايب لك حد يقول لك كده. ما بيسيبش حق العبد، ما بيسيبش حقك مهما حصل، هتشوفه. ولو ما شفتوش دلوقتي صدقني هتشوف خير بداله، بمعنى انه يا رب مثلا انت ليه ما خدتليش حقي منهم، ما انت سايبهم عايشين مبسوطين وكل حاجه. سبحانك يا رب بيرزقك عشان يخليك انت راضي وملهي عنهم، مش عارف تشوفهم لحد ما برضو حقك هيرجع، هيديك الاثنين. ما بيسيبش حق احد. بحبكم جدا، هتوحشوني، استنوني بكره من 6 لـ 8 عشان نتمسى مع بعض. ومدرسه الحياه هتتعلم فيها كتير قوي، بس في الاخر ابن الناس الجدع الطيب اللي بيجبر بخواطر الناس هو ده اللي ربنا هيرضيه. باي باي.